شهرته أفلام الجاسوسية، ونالت موسيقى هذه الأفلام نفس القدر من الشهرة والنجاح الساحر محمود عبد العزيز، وموسيقى أهم ثلاثة أفلام في الذاكرة المصرية. أولاً موسيقى عمر خيرت في فيلم إعدام ميت عام 1985، ويحكي قصة ضابط المخابرات عز الدين الذي زرع داخل السلك الإسرائيلي لاكتشاف أسرار المفاعل الذري ديمونة. ثانياً مسلسل رأفة الهجان بأجزائه ثلاثة من تأليف عمار الشريعي عام 1987، ويحكي قصة البطل رفعت الجمال الذي عمل لصالح الاستخبارات المصرية ودوره الريادي في حرب أكتوبر. أما موسيقى فيلم البريء لعمار الشريعي عام 1987، فالفيلم لم يخرج بعيداً عن الأجواء السياسية، حيث جسد فيه محمود عبد العزيز شخصية توفيق شركس مدير السجن الذي اتسم بالازدواجية وقام بتعذيب المعتقلين السياسيين حد الموت حتى ينال عقاب القدر آخر الفيلم. وأنتم هل في ذاكرتكم موسيقى أخرى؟ اكتبوا لنا في التعليقات.